اهلا بكم من جديد. الحقيقه دكتور محمد المهدي استاذ طب النفسي في جامعه الازهر بيشتغل طول الوقت بعمق شديد جدا، يعني اراؤه ودراساته اللي بيعملها بتبقى مستنده الى شكل من اشكال التامل في الاحداث في مصر، في الناس، في السلوك، في الاخلاق، في الاداء. ولذلك انا الحقيقه من سنوات طويله جدا وانا بثق في ما يكتبه وفيما يقوله. احنا عندنا جائحه دلوقتي مطنشينها خالص، ما بنتعاملش معاها بجديه، يمكن بنتعامل باستهتار شديد جدا. الدكتور المهدي ليه كتاب مهم صدر وهو كورونا، الصمود في وجه الجائحه. خلينا نرحب بيه الاول. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور محمد، ومبروك على الكتاب صديقي العزيز. اهلا وسهلا بيك. واحنا قدام يمكن عشان انت عارف حصار الوقت قدام يعني اللي حاصل في الشارع ده، التعامل مع كورونا ده حاله، مش عايز اقول التجاهل، لا الاستهتار، انت بتقراها نفسيا ازاي؟ هي الناس زهقت وملت من الاجراءات ومن الحبسه ومن الاغلاق ومن التباعد والحاجات دي كلها. وبعدين خلاص النفس البشريه فيها خاصيه كده، انه لو في اي خطر وبيتكرر فبيبدا تقل الحساسيه له. فحصل نوع من تقليل الحساسيه تجاه المخاوف. احنا كنا في الاول، يمكن اول لقاء عربين عملناه مع حضرتك في بدايه كنا في الازمه، كنا بنكلم الناس انه ما يخافوش ونقلل حاله الهلع والقلق اللي عندهم. ايوه صح، انت دلوقتي من لهم خافوا. دلوقتي بنقول له لا، احنا عايزينهم يخافوا شويه، يعني انه فعلا حاله اللامبالاه وحاله عدم الاكتراث وخلاص كده بقى ما فيش اي حاجه خالص بتتعمل، دي خطر، خطر جدا. ولسه قريب قوي قرات تصريح مدير منظمه الصحه العالميه، تصريح مهم جدا. يقول يا جماعه الموضوع بتاع كورونا ده لن يعود الى ما قبل كورونا، يعني لن تعود الحياه بشكلها الطبيعي قبل كورونا. يعني يبدو ان هيبقى في ثقافه تستمر على طول في السنوات اللي جايه. حتى لو طلع اللقاح وحتى لو طلع العلاج، ضروري انه هنلتزم بجزء كبير من ثقافه كورونا اللي احنا شفناها. يعني حكايه انه يبقى في اماكن مزدحمه والناس فوق بعضيها، دي المفروض المعارضش تحصل خالص. المدرجات اللي فيها الاف، احنا بنتكلم هنا في العموم، ما عادش ينفع. بالظبط كده. وضروري بقى الجامعات والمصانع والاماكن الترفيهيه والحاجات دي كلها هتراعي في السنوات القادمه ان يبقى في اشكال جديده ما فيش فيها هذا الازدحام. احتمال الكمامات تستمر تستخدم في الاماكن اللي يبقى فيها يعني ازدحام اجباري. يعني في حته فيها ازدحام اجباري، يعني حضرتك شايف انه شكل الحياه هيتغير. هيتغير. الحكايه مش حكايه شهر ولا اتنين ولا ثلاثه ولا سنه. لا، هيبقى هيتغير، هيبقى اسلوب حياه، لانه العلماء بيتوقعوا انه الخطر الاكبر على البشريه في السنوات القادمه هو خطر الفيروسات. وفيروس كورونا ده احد الفيروسات. ولما نعمل له لقاح او نعمل له علاج او حاجه، مش حكايه كده خلاص زي ما كانوا يقولوا لنا زمان واحنا صغيرين العو راح خلاص وانتهت الحكايه. لا، ده في حاجات كتيره ممكن تهدد البشريه. فيبدو ان احنا الحاجات الطقوس اللي احنا اتعلمناها في كورونا، غسل الايدي بالميه والصابون كل فتره، مش على طول زي المواسوسين طبعا. التطهير والتعقيم ده ضروري. الكمامة في الأماكن اللي فيها ازدحام كتير ده ضروري. التباعد ما بين الناس. طب أنا هاخد من كلام حضرتك، يعني المقاومة الصحية العالم الآن لا يملك، يعني في كلام عن اللقاح وأن اللقاح بدأ يشتغل وإلى آخره لحد ما نشوف. لكن العالم لا يملك أو العلم لا يملك إلا ثلاث حاجات: إنك تلتزم بالكمامة، وإنك تلتزم بالتباعد الاجتماعي، وإنك تلتزم بالإجراءات الاحترازية. ثلاث حاجات. في حاجة حضرتك، في حاجة رابعة، عزل المصاب. عزل المصاب لحد ما حد يصاب. وحضرتك ضفت بالنسبه لنا وضعنا في مصر على المستوى النفسي ان احنا لازم نخاف شويه عشان نعمل اجراءات. طيب نفسيا بقى، يعني الانطلاق لهذه الدراسه، ازاي الاول كورونا اثرت فينا نفسيا في الفتره اللي فاتت، وشكل الناس نفسيا بعدها ان شاء الله، لانه هتنتهي، ما هو مفيش فيروس للابد، يعني هيبقى عامل ازاي؟ نعم. هو طبعا في الاول كانت حالات الرعب والهلع والخوف، والناس اللي ما بتنامش واللي قاعدين طول الليل ونهار يتابعوا الاخبار المفزعه والمفجعه
وتوالي الوفيات والإصابات والأماكن العزل والموت. يعني الموت كورونا الحقيقة موت مؤلم جدا، لأنه أغلب اللي ماتوا فيها كان يموتوا وحيدين، يعني الشخص بيموت وحيد، معتاد انه في حد مريض بيبقى حواليه ولاده ومراته وقرايبه والجيران والحاجات دي كلها. لا، اللي مات في كورونا كان بيموت في عزله شديده مؤلمه، احب الناس اليه ما كانوش يقدروا يقربوا له، وحتى لما بيجي يدفن بيدفن برضه بمحاذير شديده، والناس خايفه تقرب حتى للنعش بتاعه. فهذه الحاله من الهلع والخوف والقلق والحاجات دي كلها للاسف الشديد استبدلت في الفتره الاخيره بحاله من اللامبالاه والطناش، وما حدش همه لا ده كان صح ولا ده كان صح. احنا محتاجين الاجراءات تستمر بنفس طويل، بنفس. وبعدين هي اجراءات مش صعبه قوي، يعني انا لما اغسل ايدي بالماء والصابون خسرت ايه؟ يعني لما جالي دور انفلونزا، حتى يعني احنا بنقول دلوقتي اللي يجي له حتى يا جماعه دور انفلونزا او دور برد عادي ما يروحش الشغل، ولا الطفل يروح المدرسه، لا يقعد في البيت لحد ما الدور يعدي. هتقول لي ما هي مش كورونا، ايش عرفك؟ ما احنا ما نعرفش بقى يعني، يعني مش متاحه ان يتعمل مسحات لكل اللي لكل الناس طبعا، لكل الناس. فافضل، لان دلوقتي وجود اي حد بيعطس او يكح في اي مكان مجتمعي مثير للرعب والخوف طبعًا عند الناس طبعًا. فاحنا كنا الاول ناخد الدور واحنا بنشتغل، يعني كنا بناخد والله دور الانفلونزا ده واحنا في العيادات على بقوله على على رجليه. طبعا عمري ما كنت اقول يا جماعه انا نفسي والله لما يجي لي دور البرد ده والانفلونزا يعني اريح استريح في البيت. المهنه بتاعتنا ما كانتش بتسمح بده. دلوقتي لا، لو اي حد خد دور برد او انفلونزا عاديه يقعد يفتح في البيت. طب في الفتره اللي فاتت دي، من خلال الخبره الميدانيه يعني وحضرتك بتمر عليك حالات، هل رصدت ملامح نفسيه مختلفه، امراض نفسيه غريبه؟ يعني هل زاد يعني المترددين على العيادات النفسيه زادوا؟ في ناس، الناس اللي عملوا عزل اجتماعي بشكل مطلق، في منهم جالنا ناس كتير مصابين باكتئاب. اكتئاب؟ ليه؟ لانه في ناس قعدوا حوالي 4 شهور أو 5 شهور ما طلعوش من البيت، ما طلعوش من البيت خالص. هم فهموا العزل الاجتماعي غلط. العزل الاجتماعي لا يعني انك محبوس في البيت. العزل الاجتماعي والتباعد الاجتماعي يعني انك انت لا تتحرك في اماكن تحتك فيها الناس. يعني ودي قعدنا نصحح في الفكره دي في الشهرين اللي فاتوا، انه العزل الاجتماعي ممكن تعمله وانت خارج تتمشى على شط النيل او على كوبري 6 اكتوبر او على شط ترعه او في غيط. ما دام انت ماشي لوحدك ومفيش حد كتير حواليك، فده تباعد اجتماعي، انت تباعد اجتماعي وعامل عزل كويس، وتخرج من البيت وتروح وتتمشى وكل حاجه. تمام. العزل الاجتماعي لا يعني انه تتوقف كل انشطه الحياه، في ناس وقفت كل انشطه حياتها. العزل الاجتماعي لا يعني انك انت قاعد مركز على الاخبار بتاعه الوفيات والاصابات في كل انحاء العالم، وقاعد تعد الارقام والنسب والحاجات دي كلها. العزل الاجتماعي لا يعني انك تفضل صاحي طول الليل تتابع اخبار سيئه، اخبار والسوشيال ميديا كل ده غلط. فهنا احنا جالنا حالات اكتئاب كتير نتيجه للناس اللي دخلوا في الحكايه دي. في ناس دخلوا في حاله وسواس، يعني احنا الاكتئاب زاد، الاكتئاب زاد والوسواس زاد. الوسواس بقى اللي هو كل حاجه ازاي، يدققوا بقى في كل حاجه. لو لمسوا حاجه لازم يروحوا يغسلوا ويتعقموا، يعقموا ولادهم، يعقموا الشقه. لو في حد جالهم البيت يعملوا عمليه تعقيم شديده جدا بعد ما الشخص يمشي. في ناس قعدوا ما يروحوش لامهاتهم وابائهم لحد ما الام والاب ماتوا من العزله والوحده وما شافوهمش. ما شافوهمش. وده برده مش مطلوب ان في اب او ام ما رحلوش، عشان وكانت حجتهم ايه؟ ان انا خايف عليه. انت قتلته. يعني في كذا حد حاله شفتها الاب والام ماتوا من العزله والوحده والاكتئاب والخوف، لانه قاعد لوحده ما عادش بيشوف ولاده ولا بيشوف احفاده ولا حد خالص بيزوره، على اساس انه احنا خايفين عليه. طب دي ما تلبس كمامتك وتروح وروح له. ما تقربوش قوي وما تحضنوه، ما تاخدوش بالحضن، ولادك يشوفهم ما يروحوش يحضنوه. والولاد الاطفال دلوقتي كان يقول لك لا، ما الاطفال مش هيعرف. لا ابدا، الاطفال بيعرفوا. ويعني انا عندي احفاد في سن مثلا 4 سنين و5 سنين و6 سنين، فعارفين قوي. يعني يقول لك فاريوس كورونا، الواد الصغير يقول لك فاريوس كورونا، عارفين. لا عارفين. ولو انا راجع من بره قبل ما يجي يسلم جد واغسل ايديك الاول، الصغير خالص. فالطفل بيبقى عارف، لو رحت قلت له هتروح تشوف جده بس ما ايه، بلاش نسلم عليه عشان فيروس كورونا،
وبلاش تروح ياخدك بالحضن عشان فيروس كورونا وهكذا. فممكن نعمل ده. يعني عندنا اكتئاب وعندنا وسواس. عندنا اكتئاب وعندنا وسواس، عندنا حالات قلق. قلق. الناس اللي ما بقتش تنام كويس وبقى عندهم ضربات قلب سريعه واحساس بالاختناق واحساس بالخوف، احساس بالتوجس ان هيحصل، حاسين ان في كارثه هتحصل، ان في حد من قرايبهم هيموت، ان او ان هو هيصاب ويموت وتحط في مستشفى العزل والحاجات دي كلها. في اسمها كرب ما بعد الصدمه. كرب ما بعد الصدمه. دي حصلت للناس اللي اصيبوا، وبالذات اللي اصيبوا ودخلوا اماكن العزل. او اللي مات لهم ناس. بالذات اللي ماتوا في العزل. دول طول الوقت هواجس المرض والإصابة ومنظر مستشفيات العزل والصمت بتاعها والمناظر الصعبة اللي شافوها والناس اللي ماتوا حواليهم، فدول جانا حالات كتير كرب ما بعد الصدمة. تعاملت مع متعافين يا دكتور؟ كتير. ايه الملامة او ما الذي تركوا الفيروس عليهم؟ اللي تعافوا من عزل منزلي كانوا كويسين. ما حصلش حاجه. لكن اللي تعافوا واحتاجوا للعزل في مستشفيات او اتعرضوا ان هم يدخلوا العنايه المركزه او حاجه من دي، دول لانهم شافوا الموت بعينيهم وشافوا حالات وفيات كتيره قوي، وظروف العزل للاسف برضو كانت ظروف يعني قاسيه شويه او صعبه شويه على النفس البشريه. وبالتالي كانت الأمانة العامة للصحة النفسية عملت خط ساخن للمساعدة النفسية للناس اللي حتى جوه العزل، واتعمل محاضرات كتير وتدريب كتير لعدد من الأطباء النفسيين على أساس إن هم يعملوا مساعدة حتى أونلاين للناس اللي جوه العزل، مش الناس المرضى بس، لا حتى العاملين في المجال الصحي. لقينا ان الاطباء نسبه منهم كانوا بيتاثروا كتير بالاجواء وتعرضوا لضغوط نفسيه شديده جدا. التمريض نفس الحكايه. دول كانوا بيبقوا محتاجين دعم نفسي. لانه واجهوا امور صعبه، يعني في وقت من الاوقات مثلا لما كان الشخص منهم بياخد فتره الشغل بتاعه، هم كانوا بياخدوا مثلا فتره عمل ويطلع يعمل عزل لمده اسبوعين قبل ما يروح في اي حته، قبل ما يتعامل مع اهله او اي حد. فبعد حتى ما كان يخلص فتره الاسبوعين كانوا بيبقى في وصمه الناس اللي في العماره والناس اللي حواليه. وحصل انه في ناس ما دخلوش حد بعد تعافي يشتغل. دول يعني اصيبوا باثار نفسيه فعلا كانت مؤلمه وصعبه. طب انا دلوقتي البشر ما بين مصاب ومصاب محتمل. نعم. مش كده؟ نعم. طيب المصاب ازاي يتعامل نفسيا، والمصاب المحتمل ازاي يتعامل نفسيا؟ يعني هو خلاص بقى مصاب بالفيروس. هو في حاجه يعني احنا محتاجين نقولها رغم انها تطمن الناس زياده واحنا ما كناش عايزين نطمنهم قوي. ايوه دلوقتي انا فاكر لما حضرتك في اللقاء الاولاني في اول ايام كورونا فعلا كنت قاعد تقول يا جماعه يعني نهدى نطمن شويه، الفزع ده مش موجود. البتاع فالوقتي مضطر اطمن يعني برضو شويه. معلش يعني بس دي حاجه موضوعيه حقيقيه. انه في الفترات الاخيره لاحظ انه في زياده في الاصابات مع قله في الوفيات، يعني ما عادش الفيروس بنفس الشراسه بتاع زمان. ده صحيح حسب الارقام. بالظبط كده. هتسمع كتير قوي يعني انه ناس من اللي انت تعرفهم واللي انت بتتعامل معاهم اصيبوا. وشوفيو. وده يمكن اللي ساهم في انه ناس كتير دلوقتي ما عادتش مهتمه قوي لانه شاف سين وصاد وغين وعين. فهو هيصاب وهيقوم، يعني ما عادش هنا هاجس الموت موجود. ده العيله كلها خدت البتاع ده وخف اللي جنبنا وقرايبنا وكده. فدي فعلا حاجه حقيقه بقت موجوده. وحتى في اوروبا رغم ان الموجه الثانيه فيها عدد كبير من الاصابات الا انه الوفيات ليست بنفس القدر بتاع الموجه الاولانيه اللي كانت العربيات في ايطاليا. العربيات النقل شايله الجثث. ما كانوش لاقيين مقابر. كان في نقص في المقابر في بعض الدول. صحيح. مش لاقيين. وده المسار الطبيعي للاوبئه. انه في اي وباء يعني ربنا سبحانه وتعالى برحمته عشان برضو البشريه لا تفنى. انه مع الوقت بتتشكل مناعه، وجهاز المناعه بيعمل ذاكره
للفيروس ويبدا مع انتشاره الواسع. ده معمل رباني بقى، انتشر المناعه يعني الرباني. ده معمل رباني بالزبط. يعني معمل علمي رباني. يعني جسم بيشتغل هو. لو انت ما اكتشفتش المصل او اللقاح، فالجسم البشري هيكون مناعه. جهاز المناعه بيشتغل. امال احنا بنبقى رعبنا من ايه؟ رعبنا انه الناس اللي ما عندهمش جهاز المناعه شغال، ما هو دول في خطر. فاحنا عايزين نسابق الزمن ونكتشف لقاح ونكتشف دواء علشان الناس اللي مناعتهم، انت ما تعرفش مين اللي مناعته ضعيفه بالمناسبه. يعني برضو الخطا اللي الناس بتقع فيه انه اللي مناعته ضعيفه كبير السن واللي عنده امراض مزمنه. لا في شباب كتير، شباب كتير ماتوا. كلنا نعرف اسامي شباب ماتوا. وايه بقى؟ وكانوا في منتهى الصحه والحيويه. يعني لسه راجل قريب كانوا جايبين صورته، كان بتاع كمال اجسام، من اشهر بتوع كمال الاجسام. شوف جثه كده هائله. وده مات بكورونا. فالحكايه احنا ما نعرفش مين اللي مناعته هتستحمل ومين اللي صحيح. مناعته مش هتستحمل. فبالتالي انه هو صحيح شراسه الفيروس قلت، بس ما زلنا قدام مرض مميت. يعني احتمالات الوفاه منه في نسبه بتموت طبعا، مش هزار يوميا. فما البس كمامه واغسل ايديا بالصابون، ولما يجي لي دور ابعد شويه وما ادخلش في اماكن زحمه. ايه المشكله اللي فيها؟ طب انا لو قلت كده ثلاث نصائح نفسيه للمصاب وثلاث نصائح نفسيه للمصاب المحتمل. للمصاب اقول له يعني خليك متفائل، وافتكر المتعافين الكتير اللي حواليك. ليه بقى؟ لان المصاب محتاج جهاز المناعه يبقى في احسن حالاته. وجهاز المناعه ده عشان يبقى كويس، اول حاجه فيه التفاؤل، ثاني حاجه النوم الكافي، الراحه الكافيه، الغذاء الكويس بالذات اللي فيه حاجات طازجه، الفواكه والخضروات والحاجات اللي بتحسن المناعه، انه لو كان مدخن يوقف تدخين، وانه يبقى عنده امل كبير جدا في الشفاء، انه يمارس روحانيات ترفع من معنوياته، يصلي، يقرا قران، يقرا في الكتاب المقدس، يعمل كل الحاجات اللي ممكن ترفع من معنوياته، احساسه بان ربنا معاه، وينعزل وما يزعلش من عزلته. والعزله دي خليها عزله ايجابيه. يعني في ناس عملت العزله دي بشكل ايجابي جدا، يقول لك انا قعدت قريت مثلا، خلصت القران كله، انا قعدت مثلا اتصلت بالناس اللي ما كنتش اتصلت بيها من زمان، انا قعدت قريت مثلا كتابين ثلاثه، انا كنت بسبح وبصلي اكتر من الاول، انا عملت حاله تطهر روحي داخلي، حاجات كتير اخطات فيها فتطهرت منها بيني وبين ربنا، انا عملت تصالح بيني وبين نفسي وبين الناس، وخرجوا فعلا. انا شفت نماذج من دول خرجوا احسن كتير مما دخلوا في المرض ده. الايه؟ المصاب. المصاب المحتمل. اعمل كل ما تستطيع حتى لا تصاب. احنا عملنا مصطلح جديد النهارده يعني. المصاب ومصاب محتمل. وده واقع. احنا كلنا مصابين محتملين بالمرض. كلنا مصابين محتملين. وبرده في حاجه هقولها برده هطمن الناس اللي احنا ما كناش عايزين نطمنهم النهارده. يعني ماشي. يعني احنا بنتمنى ان الناس تحط الكلام في سياقه وفي اطاره. يعني 45% يصابوا من غير اعراض خالص. يعني ممكن اي حد مننا، انا او حضرتك او حد من الناس اللي في الاستوديو هنا، ربنا يحمي الجميع، يعني احتمال نكون اصيبنا وما عرفناش. 45% ومشي دور كده ولا حتى بتحس باي ولا حاجه، ولا بتحس بحاجه خالص. ده 45%. 55% بقى هتبقى اعراض بدرجات متفاوته. اللي هيحس بقى بشويه صداع، اللي هيحس بشويه الام في الجسم، اللي هيحس بشويه مغص واسهال، اللي حس بشويه سخونيه، اللي حس بشويه كحه وراحه، وخلص. 4% اللي احتاجوا مساعدات بقى في المستشفيات، والتنفس والبتاع مش عارف حاجه. ده 4%. بس احنا برضو ما بنتكلم في 4%. حد يقول لك طب ما 4% قليل اهوت يا دكتور. بس 4% هنا بنراهن على الحياه كتير، على العمر. كتير. 4% عندنا 4 مليون. مش هزار. يعني مش هنا. يعني نخاف ونعمل حسابنا. تمام. طيب انا في قضيتين، لانه يعني بعض الساده المشاهدين بعتين سؤال مخصوص، انه بيقول لك انه ليه في زياده في الانتحار الايام؟ هل في زياده في الانتحار؟ زياده عن المعدل؟ والانتحار في سن ما كانش بتاع الانتحار. يعني الانتحار في سن دلوقتي بقى اكتر من 15 ل 29 سنه.
سن بقى التفتح للحياه والمفروض يعني والدنيا والانطلاق والمرح والحاجات دي كلها بتاعت الشباب دي. لو حضرتك تفتكر المرحله دي في حياتك ولو نفتكرها في حياتك ايوه دي المرحله حلوه اللي انت بتبقى شايف انك هتغير العالم بالظبط يعني كده. انا كل الاحتمالات انا جاي عشان اغير العالم على مشروع أيوة طبعًا بطل يعني ايوه طبعا طبعا. فالمرحله دي كانت مرحله ما كانش فيها اكتئاب كتير وما كانش فيها انتحار كتير. للاسف الشديد السنين اللي فاتت شهدت طفره في ارتفاع كبير جدا في نسب الانتحار في العالم كله وعندنا في مصر مش بتاعتنا بس مش بتاعتنا بس دي في العالم كله. يبدو انه يعني ضغوط الحياه الشديده على هذا السن اصبحت غير محتمله. وانت اكتر الاخبار اللي هتسمع عنها انتحار هتلاقيها في السن ده. كان تقليديا الاول الانتحار اكتر فوق سن ال 45. طب انا هسال حضرتك سؤال، هل زيادة المعرفة، يعني احنا اجيال قبل كده كنا بنبقى ماشيين الحياة يعني بمتتالية كده بنعرف بنحلم هل المعرفة الزيادة عند الشباب دول واللي هي سبب فيها الانترنت وان هو بيتعرض لأنماط من الحياة وناس متحققة وناس صغيرة ومعاها فلوس ومعاها عربيات وما بيعملوش مجهود، هل الانماط دي بتخليهم متعجلين فلما بيفشل في تحقيق حاجه بيفقد الامل تماما؟ هو ده من اكتر الاسباب اتهاما. لانه لما جم يدوروا هو ايه اللي اتغير في حياه الناس والشعوب في السنين اللي فاتت، التغيير الاساسي اللي في كل الشعوب هو السوشيال ميديا. الانترنت طلع فيه تقريبا 1996 من هذا الوقت والاعداد قبل كان السوشيال ميديا من في الانتحار من في بدايه 2004 2000 بالظبط. لكن الانترنت مثلا الانترنت من 96 مثلا فهم بيقولوا ده المتغير الجديد. المتغير الجديد ده اللي خلى في حاله انكشاف زي ما حضرتك بتقول كده، انه الشاب بقى يرى امامه العالم كله، فيرى انه في امكانات للنجاح هائله وفي برضو امكانات للفشل هائله، وبعدين بيبص يقيس نفسه بناس كتير قوي فبيحس بالضآلة ويحس بالإحباط ان هو مش قادر يحقق ده. كمان الانفتاح الاستهلاكي والعرض الاستهلاكي والانفتاح على المتع والرفاهية المتاحة في الحياة وفي العالم بقت هائلة، شايف كل ده وبعدين يرى قدراته ضئيلة جدا 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 في تحقيق ده فيحس بالإحباط. الحاجة التانية انه المقارنات بقت مؤلمة وصعبة. كل المسافر مش عارف في المالديف ينزل صور، سافر باريس بتنزل صورها. انت شايف انه هذا يمثل ضغط على ضغط، يعني لما يبقى في واحد مصور نفسه بعربيته اللي جابها مش عارف ايه بالزبط. وطيارته اللي مش عارف بالزبط. ايه وده مش عارف يركب عجلة عسو في بعض الناس احنا لما قلنا ده فقال لك انتوا بتحقدوا على الاغنياء. ده ايوه انت تعبير مؤلم حلو، ده راجل راكب طياره وده مش عارف يركب عجله، مؤلم فمؤلم مؤلم جدا يعني ده من اسباب انه ممكن تحبط الشباب ويقودوا الى الانتحار بالظبط. فحاله الوعي اصبحت حاله وعي مؤلمه. احنا دايما نتكلم عن الوعي وزياده الوعي ونقول عايزين ننشط الوعي ونحرك الوعي ونحفز الوعي ومش عارف ايه، ولكن في وعي مؤلم، وعي بانك انت ترى الحياه قدامك بكل مباهجها وتعجز تماما عن انك تلحق حاجه فيها. فده حاصل جدا. فالاحباط لدى الشباب بقى عالي جدا. احنا عندنا متواليه كده انه الفقد يولد احباط، بالذات لما تكون احساسك بالفقد انه ده فقد ظالم او حاجه ما خدتهاش عشان في حد حال بينك وبينها اي، فتحس بالاحباط. الاحباط يؤدي الى الاحساس بالغضب. ايوه اشمعنى انا؟ طيب الاحساس بالغضب يقوم عامل عنف. العنف هنا بقى هيطلع ممكن يوجه لنفسه في سكتين. لو توجه لجوه يخلي الشخص يموت نفسه ينتحر، لو توجه لبره هيبقى قتل او ارهاب او اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنشوفها في العنف الخارجي. وهتلاحظ حاجه، الاثنين زادوا يعني الفتره اللي فيها انتشر الارهاب على مستوى العالم. وعايز اقول معظم وقوده شباب انه بالظبط معظم وقوده شباب. الزياده في الارهاب يوازيها زياده في حاجتين تانيين، في الانتحار والمخدرات. والمخدرات
لان دول ثلاث مخارج. طب احنا في عندنا سؤال تاني، يضرب الناس بره واقرفهم يا موت نفسي، يا موت نفسي، ياخد مخدرات عشان يدمر وعي، فيها تدمير. طيب في جملتين، يعني موضوعين في جملتين. انا اسف طبعا، كنا نتمنى نقعد اكتر، لكن السؤال من الدكتور هشام فتحي، يعني في مساله، هو صاحب السؤال الاولاني بتاع الانتحار، بس هو بيتكلم على هل في زياده في العجز النفسي الجنسي الان بترصدوها كاطباء نفسيين؟ ده زياده جامده جدا، زياده جامده قوي. عكس ما الناس فاكره، الناس فاكره ان دلوقتي المواقع الجنسيه والمواقع الاباحيه، والشباب بقى دلوقتي قاعد طول الليل والنهار على المواقع دي، ويمارس العاده السريه، ويمارس العلاقات فدي بتبقى عامله لا خالص. ده حاجه يعني مهمه جدا، انه دخول الشباب الكتير على المواقع الاباحيه ورؤيته للعري والحاجات دي كلها، عمل حاجه اسمها تقليل الحساسيه في المستقبلات. ليه بقى؟ لانه لما بتشوف انت مشهد جنسي بيقوم عامل ايه؟ يطلق دوبامين في المخ. الدوبامين بينطلق بكميات كبيره جدا مع مشاهده الافلام الاباحيه بالمؤثرات بتاعتها، الصوت والصوره والحركه والحاجات، فتفقدك الحساسيه في الواقع. فيحصل ايه؟ الدوبامين ينطلق بكميات كبيره. المخ عنده وسيله دفاعيه انه لما يلاقي هجمه من الدوبامين، في يعني سيل من الدوبامين، يقوم عامل قافل البوابات بتاعت الدوبامين اسمها المستقبلات. يقوم قافل البوابات دي، تقل الحساسيه للدوبامين. يقوم يفقد الشغف الجنسي بتاعه. ولقوا بقى انه حوالي مثلا من 57% من الطلاب المرحله الثانويه في كذا دوله اوروبيه ما عندوش اي اهتمام جنسي. الله. ده بتاع الثانويه ده بسبب بسبب الافلام الاباحيه قفلت. وناس كتير قوي من اللي بيدمنوا المواقع الاباحيه بيجوا لنا بيشتكوا بعجز جنسي. طب انت قاعد تتفرج بالليل وبالنهار اهو. ايوه، فايه اللي ناقصك؟ يعني النصيحه انه الناس ما تشوفش. اضافه للمخدرات، المخدرات اضافه لتقليل الحساسيه من العري. يعني هو الاول الواحد لما كان يشوف كعب واحده ست ما ينامش اسبوع. دلوقتي ما هو شايف في كل حته. ايوه، بس انت تقلل العري بيقول لك انت ضد الهويه المصريه. انا بشكرك جدا ودائما يعني اللقاء بيتجدد بكل ما هو مفيد، وبنبارك لحضرتك على الكتاب الجديد. بشكرك جدا الاستاذ الدكتور محمد مادي، استاذ طب النفسي في جامعه الازهر، وبشكر حضراتكم على متابعتكم لنا اليوم. بكره ان شاء الله عندنا حلقه احتفائيه بمسرحيه الوصيه، ذكر وذكرى الشهيد محمد المعتز رشاد. اشكركم واصبحون على وطن.